قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضرية الجديدة، ويأتي ذلك استمرارا لدور الوزارة المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اهتمام الدولة بقاطني المناطق الحضارية الجديدة لم يقتصر عند حد توفير سكن كريم لهم، بل يمتد إلى تقديم رعاية اجتماعية وإنسانية، وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، حيث تواصل تقديم الدعم والمساندة لقاطني تلك المناطق، وهو ما تجلى في إفادة مأموريات من الوزارة لتوزيع عبوات غذائية عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. ربنا يخلينا الرئيس ويبارك لنا فيه وينصر على من يعديه، وفي كل مناسبات مش ناسينا وسافرنا والحمد لله وربنا يبارك لنا فيه. وزارة الداخلية كل سنة هم طيبين، بيتواصلوا معنا على طول، كل سنة هم طيبين. وشكرا للرئيس وبارك الله فيه. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب وما يريد وإحنا بنحب مصر. جميع المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة شهدت دعما من وزارة الداخلية تجسد في الحرص على التواجد وسط قاطني هذه المناطق باستمرار وتوزيع بواد غذائية عليهم كمساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء عنهم. وقد تم تجهيز أماكن مناسبة لاستقبال الأهالي بهذه المناطق لتوزيع المساعدات عليهم والاحتفاء معهم بعيد الأضحى المبارك. إشادة كبيرة من قاطني المناطق الحضرية الجديدة بالدور الاجتماعي والإنساني الذي تؤديه وزارة الداخلية وبحرصها الدائم على دعمهم في كافة المناسبات. كلنا واحد، دايما فاكريننا ودايما كل كام فترة بيجوا يزورونا ويدينا هدايات بتاعت الرئيس، ومشكرين للرئيس ومشكرين وزارة الداخلية. أشكر الرئيس واقول له كل سنه انت يا رئيس وانت طيب على هديه لما تديها لنا، وبارك الله فيك وربنا يطول لنا في عمرك. وزاره الداخليه سباقه دائما كعادتها لدعم اهالي المناطق الحضاريه الجديده والوجود المستمر بينهم لتخفيف الاعباء عنهم في مجتمع جديد يسعى الى توفير حياه كريمه لكل المواطنين.